قبل ما نودعكم مشاهدينا رح نعطيكم فكرة عن شو ناطركم بالأيام الجاي على شاشة الام تي في الليلة بعد الأخبار. أنتوا الليلة أو بعد الأحد بعد الأخبار أنتوا على موعد مع حلقة جديدة ومجنونة من الليلة جنون برنامج العالمي، حقق نجاح كبير وين ما انعرض بالعالم وعم بتشوفوه بنسخته اللبنانية على شاشتنا مع ماريو باسيل وضيوفه اللي بكل حلقة بيقدمونا مفاجآت ما بتخطر على البال. أما سهرة التنين والثلاثة وبعد الأخبار أنتوا على موعد مع أجواء خفيفة عاطفية ومسلية بالمسلسل اللبناني الاجتماعي فرصة عيد اللي بيجمع بين تمار وريم، كل وحدة منهم عاشت هيك مشاكل عاطفية خلتها تعيش خيبة أمل بحياتها، وحدة منهم بنت الضيعة والتاني بنت المدينة، تبادلوا إذا بدكم البيوت طلعت على الضيعة ونزلت على المدينة على أمل أنه كمان يتغير حظهم ويعيشوا قصة حب حقيقية بفترة الأعياد. هذا بتشوفوه أكيد كل سهرة التنين والثلاثة. أما هلأ مشاهدينا خلينا ناخذ فكرة عن شو ناطرنا بالحلقة القادمة من برنامج الليل جنون. مع ماريو عطول والعاني شو عم بتحس؟ حاليا مشي دخيلك كم هلا حاليا كل شيء ولا واحد فيكم موزون الليلة كتير 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 الأحد بعد الأخبار على الام تي في. مشاهد ومواقف ما بتخطر على البال دايما بالليل جنون مع ماريو باسيل وضيوفه. كونوا على الموعد مشاهدينا بكره المساء بعد الاخبار على شاشه الام تي في. اما هلا انا بودعكم اكيد انا وفريق ام تي في لايف، كنتوا معنا من الساعه 8:30 لهلا، بتامل خلال هالفتره تكونوا تسليتوا وكمان استفدتوا من كل المواضيع اللي قدمنا لكم اياها. نحن رح نبلش بتحضير حلقه بكره، بتامل تكونوا على الموعد. من هلا بتمنى لكم اجواء هادي ودافيه. باي باي. بحلقة بكرة من ألايف بأب تو ديت جولة على أخبار لبنان والعالم، بليجندز أهم المحطات بحياة فريق أبا، بتوب 10 أجمل 10 نجوم بالعالم، بواتس كوكينج سبايسي هوت تشوكلت أند تشوكلت كوكيز، بماجازينز أبرز عناوين الصحافة الفنية لها الأسبوع مع تريز، وفي وول اوف فيم نستقبل الممثله جوليا أسار والممثله والكاتبه نبال عرقجي اللي رح نحكي معهم عن فيلمهم الجديد.